السؤال الثاني في رسالة السائل يقول: ما الفرق بين العقيدة والإيمان؟ العقيدة هي الإيمان، وهي ما يعتقده القلب ويؤمن به. فالعقيدة والإيمان شيء واحد، وهما من أعمال القلوب، وهي الأصل والأساس لهذا الدين. فلا دين بدون عقيدة صحيحة ودون اعتقاد صحيح على موجب الكتاب والسنة. عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم، أحسن الله.